اهلا بكم مره اخرى في انبوكسينج تين كالعاده، معاكم ياسين اللوز. واليوم باش نعملوا الانبوكسينج والريفيو والجيم بلاي للشاومي ريدمي نوت 9 برو. هذا هو اقوى هاتف من شركه شاومي في تونس، النوت 9 برو، اللي باش نلقاوه ديسپونيبل عند بوتيك جيمي اون بروموسيون بسوم 900 دينار في عوض 1000 دينار. ما تنساوش تعملوا عليه طلب باش تخلط على كعبتك. في فيديو اليوم باش نراو مقابل 900 دينار شاومي شنو باش تقدم لنا. اما كالعاده خلينا نراو شنو اللي يجينا مع التليفون. اول حاجه تعرضنا هي البوشيت سيليكون ترانسبارنت، شارجور 30 وات اللي هي حاجه ماكش باش تلقاها في شاومي ريدمي نوت 9 اس، وكابل يو اس بي سي. نتعداو للتليفون. التليفون كبير وديزاين بريميوم، فضل الغوريلا جلاس 5 افون يا غير، ورزين يوزن 207 غرامات. من الخلف هو بيدو بريسك نوت 9 اس، نفس مكان اللي كاتر كاميرا اللي جايين في فورم كاري. واللون هوني هو الجلاسير وايت اللي يعجبني برشا، وساعات يعطي لون على السيلفر، ما يظهرش برشا اللي ترسم متاع الصوابع. على اليمين باش نلقاو ازرار التحكم بالصوت وزر الباور اللي هو بيدو لومبران ديجيتال اللي يعتبر سريع. خلينا نجربوه مع بعضنا. 1 2 3 مرة أخرى سريع، أما كساعات الانيماسيون توخر شوية. وكو على اليسار مكان لشريحتي اتصال وشريحة ذاكرة في نفس الوقت. على الهاتف الميكرو الثاني والانفراروج اللي تتحكم فيه في التيفي والكليماتيزور، بيان سور لازم تكون من ماركة معروفة موجودة في تطبيق شاومي. أسفل الهاتف بلاس لوكوتور اليو اس بي سي والسبيكر اللي صوته نتاعو عالي وواضح. وما ننساوش أنه الريدمي نوت 9 برو فيه نوع من الحماية ضد قطرات الماء، معناتها كي تكب عليه الماء لاباس. وفي زيادة موتور سبيسيال للفيبراسيون، معناتها مش كيما انت قاعد تكتب فيبراسيون اخرى، ومش كيما مثلا تسكر ويفي وتحل ويفي، فيبراسيون مختلفه. كل حاجه تعملها عندها فيبراسيون سبيسيال ليلها، هذه اللي يعطيك فيدباك مزيان برشا. والحاجات هذو ماكش باش تلقاهم في تليفون في سعر 900 دينار في تونس. نشكر سبونسور حلقة اليوم واللي هو بوتيك جيمي سفاكس، الطريق العين كيلومتر 6.5، اللي تلقاو عنده جميع أنواع الحواسيب والهواتف والأكسسوارات بأسعار مغرية. وأكيد موجود عنده النوت 9 برو بسعر 899 دينار. ما تنساوش تعملوا عليه طلة على خاطر زيد عامل بروموسيون 20% على الأكسسوار الكل. نتعديو تويكا للإكران اللي هو من نوع IPS LCD، كبير 6.67 بوص Full HD Plus برزوليسيون 1080 في 2400 بكسل بكثافة بكسلات 395 بي بي اي. هو صحيح ماهوش اموليد، اما فيه طبقه حمايه غوريلا جلاس 5 ويدعم الهاش دي ار، معناتها تنجم تتفرج على اليوتيوب 1080 هاش دي ار. والكرون هذا عجبني برشا في الالعاب وضاوي كل شيء واضح حتى كان انت لبرا. الشاومي ريدمي نوت 9 برو يجينا بكتر كاميرا 64 ميجا بكسل جي دبليو في 1 سنسر من سامسونج، هو بيدو اللي موجود في الجالكسي A71، 8 ميجا بكسل الترا وايد كاميرا 119 دوغري، و5 ميجا بكسل ماكرو كاميرا وفيها لوتو فوكس، و2 ميجا بكسل للموسيقى في تحديد الأطراف. خليكم مع التصور وما تنسوش تعطيونا آراءكم. بالنسبه للفيديو النوت 9 برو ينجم يصور دي فيديو ستابل فول اتش دي 30 اف بي اس بالنسبه للكاميرا الالترا وايد، اما بالنسبه للكاميرا البرينسيبال توصل معاك الفول اتش دي 60 اف بي اس ولا 4K 30 اف بي اس. اما كما قاعدين نراو الفيديو ما عادش يولي ستابل في المود 4K والمود 60 اف بي اس، معناتها في الكاميرا برينسيبال كانك تحب تصور فيديو ستابل لازمك تصور فول اتش دي 30 اف بي اس. بالنسبه للسلو موشن تنجم تصور 240 اف بي اس ويوصل معك للهاش دي 960 اف بي اس، كيف كيف حاجه نادره السعر نتاع 900 دينار. نتعداو تويكا للكاميرا سيلفي اللي جايه في بانش هول بقدره 16 ميجا بكسل هاش دي ار. نخليكم كالعاده مع الريزلتا ونستنى اراكم. هذه هي الكاميرا السيلفي اللي هي 16 ميجا بكسل وتنجم تصور دي فيديو فول اتش دي 30 اف بي اس. شنو رايكم في الريزلتا نتاع الكاميرا
والريزلت نتاع الميكرو. وكيف كيف نجمو نصوروا دي فيديو سلو موشن بالكاميرات سيلفي اللي هي حاجه قليل وين تلقاها. حصيلوا فما برشا دي زوبسيون في السوفتوير نتاع الكاميرا نتاع شاومي ريدمي نوت 9 برو كيما الموفي فريم كيما لي فلتر، اكتشفوهم وحدكم. وكالعاده خليت ريزلت نتاع تصور واللي فيديو على الانستغرام وعملت سونداج، و87% من المتابعين انبوكسينغ تاعي عجبتهم الكاليتي نتاع التصوير والكاليتي نتاع الفيديو. شاومي ريدمي نوت 9 برو يجينا بالاندرويد 10 بسيركوش المي واي 1107. الفيرسيون هذه استابل ونحات المشاكل نتاع السوفتوير اللي كانت فيه. اما عندنا برشا واحنا نستنيو في المي واي 12 اللي نورمالمون على قريب باش يجي للشاومي ريدمي نوت 9 برو، على خاطر في الشاومي ريدمي نفسي اللي على قريب ان شاء الله باش نعملوا الفول ريفيو نتاعو. هذيك علاش ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتفعل الجرس. فيه المي واي 12 هذا التليفون هذا ب 400 دينار، فيه المي واي 12 والوحش هذا اللي تو مهبط فيه المي واي 12. دونك يرحم والديكم شاومي، حطونا الميزاجور نتاع الشاومي ريدمي نوت 9 برو في اقرب وقت. علاش قلت عليه وحش؟ على خاطر ب 900 دينار وفيه سناب دراجون 720 جي 8 نانومتر ادرينو 618 ومعه 6 جيجا درام دي دي ار 4 اكس و128 جيجا ستوكاج يو اف اس 2.1، وفوق هذا الكل باتري 5020 ملي امبير من نوع البوليمر. باتري هذه خير برشا من اللي باتري عاديين، ومعه شارجور فاست 30 وات اللي يشارجي لك تليفونك في ساعه وربع. التليفون هذا عادي جدا يكمل لك نهارين بالمرتاح، واللي لاحظته سدى انه يشد شارج اكثر شويه من ريدمي نوت 9 اس. الملخص في الاستعمال العادي تليفون خفيف ومرتاح، وفي الجيمينج هذا من اقوى التليفونات اللي في سومو. يخدم لك الفري فاير على اعلى اعدادات من غير حتى لاج، ببجي على الهاش دي ال في، كول اوف ديوتي موبايل على 3 ال في، والفورتنايت 30 اف بي اس ميديوم. خلينا نجربوا تويكا تريح فورتنايت على الشاومي ريدمي نوت 9 برو. اكيد عندك هوني الانترفاس جيم تيربو في الشاومي ريدمي نوت 9 برو، هذيك علاش كيف كيف تنجم تقعد تلعب وانت مرتاح من غير ما يقلقك حد بنوتيفيكاسيون ولا يكلمك، خاطر موش باش يعرضوا لك على الاكران. وكيف كيف تنجم تعمل انرجسترمون ديكران من الصون نتاع السيستم، هذيك علاش نجمو نعملوا تو جيم بلاي بالصوت اللعبه ويخرج الكاليتي نتاع الصوت مزيانه. دونك نبداو باش نعملوا تريح خفيف بالخف، معناتها موش جيم بلاي جيم بلاي، جوست باش نراو كيف كيف التليفون هذا مثلا تو 100% ولا محلها من الساعة 100%، عندك الباتري 100% باش نشوفو هكا نجربو ربع ساعة نلعبو ونراو. ديما حطو في بالكم راني ديجا قاعد نعمل في انجيسترمون دي كرون، معناتها نورمالمون تكون اخف شوية من هكا، خاطر قاعد نلعب على اعلى اعدادات نتاع الماكسيموم اللي هي ميديوم و 30 اف بي اس. قاعد نسجل في فيديو فول اتش دي من الصوت نتاع السيستم. يجي شباب يجي 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 اضرب اضرب ماشي هذا الشيء العزاز. ماشي منا ماشي كده
كملنا من اللعبة والبرسنتاج تو 98%، معناتها 11 دقيقة و 12 دقيقة طاح 1.5%، خاطر الساعة قاعد 100% قداش عنده ممكن 1% شوية سما بيه برشا. سينو خلينا نتعديو تويكا للفوارق اللي بين الشاومي ريدمي نوت 9 برو والشاومي ريدمي نوت 9 اس. هما ثلاثة فوارق، أولهم الكاميرا 64 ميجا بيكسل في عوض 48 ميجا بيكسل. هوني عندك NFC في الشاومي ريدمي نوت 9 اس، ما فيش NFC. ثالث حاجة هوني عندك شارجور فاست شارجينج 30 وات، في النوت 9 اس 18 وات. دونك هل يستحق انك تزيد 100 دينار ولا 120 دينار من شاومي ريدمي نوت 9 اس باش تاخذ شاومي ريدمي نوت 9 برو والا لا؟ قولوا لنا في لي كومونتير لوطا. الملخص تويكا، مقابل 900 دينار باش تاخذ ديزاين بريميوم غوريلا جلاس 5 افون اي اغيير وعندك حمايه ضد قطرات الماء. كيف كيف ثاني حاجه الاكران الكبير 6.67 بوص اتش دي ار، عندك كاميرا مزيانه برشا 64 ميجا بكسل من شركه سامسونج، السنسور نتاعها والكاليتي نتاعها جيد وتصوير 4K. برفورمانس قوية بيان سور بالبروسيسور سناب دراجون 720G 8 نانومتر اللي ميستهلكش برشا الطاقة وكيف كيف ميسخنش برشا. واخر حاجة باتري تشد بالباهي وفيها فاست شارجينج 30 وات وعندك NFC ديسبونيبل في التليفون هذا. وانتوما شنو رايكم، هل يستحق هذا الهاتف 900 دينار والا لا؟ قولنا في لي كومونتير لوطا، وما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتفعل الجرس وتتابعونا سيغ فيسبوك انستغرام وتيكتوك، وتتبعوا الجروب فيسبوك اللي عملناه ليلكم انبوكسينغ تين فان كلوب. كان عندك اي كيستيون على التيك ولا اي حاجه تنجم تحطها فميكا واحنا نجاوبوا عليك. وكيف كيف كان تحبوا تشريوا التليفون هذا، كما قلت لكم كانك في صفاقس ايجا مرحبا بيك البوتيك جي مي طريق العين كيلومتر 6.5، وكانك ماكش في صفاقس نجم تعدي الكوموند نتاعك اونلاين وتدخل للسيت ويب unboxingtain.com تلقى التليفون هذا موجود فميك ب 900 دينار. ما بقى كان نقول لكم اتري بيانتو.